طير يا طير يا طير. يا طير يا طاير يا طير يا طاير يا طير يا طاير عند ودي بالله عليك توصل المكتوب بالله عليك توصل المكتوب وبعد السلام وبعد السلام وبعد السلام بعد السلام محبتي ودي والهجر على المحبوب مو مكتوب مو مكتوب مو مكتوب أنا يا طير ضيعني نصيبي أنا يا طير ضيعني نصيبي شارف لاني الهالي ولاني الحبيبي بويا لاني الهالي ولاني الحبيبي أنا 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 يا طير ضيعني نصيبي أنا يا طير ضيعني نصيبي
تحية مني لأهل العراق. يعطيك العافية. تعال تعال برا يا عاصي. عاصي قبل لا تروح أبيك الآن تخبرنا وتخبر المشاهدين إيش هي أخبار ألبومك الجديد. طبعا آخر ألبوم لإلي موجود بالأسواق ما قاله زمان، بنزل بالصيف اللي هو في سألوني وبالعربي. الحمد لله الألبوم لحد هلا يعني الناس حبته وعم بيلاقي صدى كتير مهم عند الناس. ابتدينا نحضر طبعا للالبوم اللي راح يصدر اذا الله راد باول الصيف، ونتمنى الامور بالمنطقه كلها وبكل يعني الدول العربيه تكون مستقره لحتى نقدر نعمل فن ونحن مرتاحين، لانه بتعرف اي انسان عربي اذا كان عم يتالم نحن كمان الالم بيكون بقلبنا مثل ما هو عم بيقاسه الناس بقلب المناطق. معك توفيق ان شاء الله. عاصم من المعروف انه انت شخص كثير متواضع وكثير كريم جدا وكتير لا كتر خيرك بس من المعروف هيدول الكاركتير اللي عند اللي انت كعاصي الحليني بتتمتع فيهم، في اعرف رايك بالصفات اللي لازم يتمتع فيهم الفنان الناجح. يكون كريم على شغله. كريم على شغله، لكن بدك اعطيك لا ما في شيء يعني طبعا ما في شيء ممكن تنجح فيه الا اذا كنت عم تعطيه من قلبك، والعطاء هو كرم. والكرم بده قوة قلب، يكون قلبه قوي بيبقى بيقدر يمد ايده على جيبته ويدفع. حياة كبيرة له. الله يعطيك العافية. أهم شيء يكون كريم على شغله ويكون عم يعرف يختار كلمة حلوة ولحن حلو وما يعني ما يتباخل بأنه ينقي أحلى ملحن وأحلى شاعر وأحلى موزع وأهم شركة، هودي كلهم الكماليات لنجاح الفنان. أكيد المشتركين عم ياخذوا نصيحتك بعين الاعتبار. شكراً. أتمنى لك التوفيق، يعطيك العافية.